بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، الإمام المجدد أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس السابع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ولفظ التوسل قد يراد به ثلاثة أمور. يراد به أمران متفق عليهما بين المسلمين: أحدهما هو أصل الإيمان والإسلام، وهو التوسل بالإيمان به وبطاعته، والثاني دعاؤه وشفاعته، وهذا أيضا نافع يتوسل به من دعا له وشفع فيه باتفاق المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لفظ التوسل، وهو التقرب إلى الله جل وعلا، والوسيلة هي الشيء الذي يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. التوسل يراد به ثلاثة أمور: أمران مشروعان، وأمر سيأتي بيانه غير مشروع. أما الأمر الأول فهو التوسل بالتوحيد، توسل إلى الله جل وعلا بتوحيده وإخلاص العبادة له، ومنه التوسل بالأعمال الصالحة إلى الله جل وعلا. هذا مجمع عليه بين المسلمين، لا أحد يخالف فيه، ولا يقرب إلى الله جل وعلا إلا طاعة الله وطاعة رسوله، هذا لا خلاف ولا مجال. من أنكر هذا فهو كافر. من قال يتوسل إلى الله بغير توحيده وبغير عبادته، وأن عبادته لا تنفع وأن توحيده لا ينفع، هذا كافر. فمن أنكر هذا فهو كافر بإجماع المسلمين. كما قال ذو النون عليه الصلاة والسلام: فنادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. توسل إلى الله بتوحيده وإفراده بالعبادة. والنوع الثاني التوسل بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه، وهذا أيضا لا خلاف في مشروعيته. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول واكتبنا مع الشاهدين، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فآمنا به. أن آمنوا بربكم فآمنا، سمعنا مناديا ينادي للإيمان، أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، إلى آخر الدعاء. توسلوا إلى الله بإيمانهم بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم، كما توسل الحواريون إلى الله باتباعهم لعيسى عليه الصلاة والسلام: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. فهذا لا إنكار فيه، ومن ينكره فهو كافر،
ليقول إنه لا ما ينفع اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الإيمان به، هذا كافر، أنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. نعم. ولفظ التوسل قد يراد به ثلاثة أمور، يراد به أمران متفق عليهما بين المسلمين، يعني محل إجماع. نعم. أحدهما هو أصل الإيمان والإسلام، وهو التوسل بالإيمان به وبطاعته الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعة الرسول. نعم. والثاني دعاؤه وشفاعته. والثاني النوع الأول هو توسل بالتوحيد وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه، والثاني هو التوسل بدعاء الرسول، وهذا إنما يكون في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، كان الصحابة يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم، وكذلك غير النبي من الصالحين تطلب من أخيك الصالح أنه يدعو لك، من إنسان من مؤمن حاضر عندك تطلب منه أن يدعو الله لك، فهذا مشروع بالإجماع. وكذلك الخلق يوم القيامة يطلبون من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشفع لهم، يعني يدعو الله لهم في فصل القضاء بينهم الشفاعة العظمى، فهذا لا إنكار فيه. أما طلب الدعاء من الميت فهذا هو محل الإنكار، الميت لا يطلب منه شيء، وهذا سيأتي إن شاء الله، فلا يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء بعد موته أو الاستغفار بعد موته، كان في حياته يطلب منه الاستغفار، والله أمره أن يستغفر للمؤمنين، والمؤمنون يطلبون منه أن يستغفر لهم، هذا في حياته عليه الصلاة والسلام، أما بعد موته فهذا أمر مبتدع، ما كان الصحابة يفعلون هذا، وكانت تصيبهم الشدائد وانحباس الأمطار، ما كانوا يذهبون إلى قبره صلى الله عليه وسلم يقولون يا رسول الله ادعوا الله لنا، ادعوا الله لنا، كما كانوا في حياته عليه الصلاة والسلام. بل إن عمر رضي الله عنه لما استسقى أمر العباس أن يدعو، ولم يذهب إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أن الرسول أفضل من العباس، لكن العباس حي حاضر، أما الرسول صلى الله عليه وسلم فهو ميت لا يطلب منه شيء بعد موته صلى الله عليه وسلم، كذلك غيره من الأنبياء والصالحين لا يطلب من الأموات شيء، وهذا سيأتي أيضا من كلام الشيخ رحمه الله. نعم. والثاني دعاؤه وشفاعته، وهذا أيضا نافع يتوسل به من دعا له وشفع فيه باتفاق المسلمين، من دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم أو شفع فيه، يعني دعا له، الشفاعة والدعاء بمعنى واحد، فإنه ينفعه ذلك باتفاق المسلمين. نعم. ومن أنكر التوسل به بأحد هذين المعنيين فهو كافر مرتد يستتاب، فإن تاب، من أنكر هذين النوعين، التوسل باتباعه وطاعته صلى الله عليه وسلم، التوسل بدعائه وشفاعته في حياته، من أنكر هذين فهو كافر. نعم. ومن أنكر التوسل به بأحد هذين المعنيين فهو كافر مرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا. نعم. من قال إنه ما ينفع اتباع الرسول ولا طاعة الرسول ودعاء الرسول لا يستجاب، شفاعته لا تنفع، هذا كافر، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. نعم.
ولكن التوسل بالإيمان به وبطاعته هو أصل الدين، وهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام للخاصة والعامة، فمن أنكر هذا المعنى فكفره ظاهر للخاصة والعامة. وأما دعاؤه وشفاعته وانتفاع المسلمين بذلك فمن أنكره فهو أيضا كافر، لكن هذا أخفى من الأول، فمن أنكره عن جهل عرف ذلك، فإن أصر على إنكاره فهو مرتد. نعم، النوع الأول وهو طاعة الرسول واتباعه، من أنكره وقال إنه ما تنفع طاعة الرسول والاتباع الرسول هذا كافر، لأن هذا أمر معلوم بالضرورة، من أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة لا ينكره أحد. أما التوسل بدعاء الرسول وشفاعته في حياته فهذا قد يخفى على الجهال، فلذلك من أنكره ما يبادر بتكفيره بل يبين له، فإذا أصر وبقي على الإنكار فإنه يكفر لأنه قامت عليه الحجة. نعم. أما دعاؤه وشفاعته في الدنيا فلم ينكره أحد من أهل القبلة، يعني من المسلمين، ما أنكر أن دعاء الرسول ينفع وشفاعة الرسول تنفع، ما أنكر هذا أحد من أهل المسلمين الذين يصلون إلى الكعبة. نعم، يعني معناه إجماع من المسلمين، فالذي ينكره يكون مخالفا للإجماع. نعم. وأما الشفاعة يوم القيامة فمذهب أهل السنة والجماعة وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم أن له شفاعات يوم القيامة خاصة، أن له شفاعات يوم القيامة خاصة وعامة، وأنه يشفع في من يأذن الله له أن يشفع فيه من أمته من أهل الكبائر ولا ينتفع. نعم، شفاعته في الدنيا تكون بما سبق، دعاءه للمشفوع له واستغفاره له، دعاءه للمشفوع له واستغفاره له. أما شفاعته في الآخرة فهي أيضا ثابتة، وهي أنواع، منها ما هو خاص به صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو مشترك بينه وبين غيره من الأنبياء والمرسلين والصالحين والملائكة. فشفاعته صلى الله عليه وسلم في الآخرة على قسمين، خاصة ومشتركة. الخاصة شفاعته العظمى، هذه خاصة به صلى الله عليه وسلم. شفاعته في دخول أهل الجنة الجنة، هذه أيضا خاصة به صلى الله عليه وسلم. شفاعته في رفع درجات من دخل الجنة إلى درجة أعلى، هذا كله خاص به صلى الله عليه وسلم. وأما الشفاعة المشتركة أي الشفاعة في أهل الكبائر من المؤمنين، هذه مشتركة في من استحق النار، في من استحق دخول النار وهو من أهل الإيمان بسبب كبائر ارتكبها، سبب كبائر ارتكبها، فهذه الشفاعة ثابتة وهي مشتركة بينه وبين غيره من الأنبياء والمرسلين والملائكة والصالحين. نعم. وأنه صلى الله عليه وسلم يشفع في من يأذن الله له أن يشفع فيه من أمته من أهل الكبائر ولا ينتفع. وكما سبق أن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله جل وعلا، لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، لا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره. نعم. ولا ينتفع بشفاعته إلا أهل التوحيد المؤمنون دون أهل الشرك. نعم، الشفاعة
سواء من الرسول صلى الله عليه وسلم أو من غيره لا تنفع إلا لأهل التوحيد الذين ارتكبوا كبيرة أو كبائر من الذنوب دون الشرك. أما أهل الشرك فهؤلاء ما تنفع بهم شفاعة، لا الرسول ولا غيره ولا الملائكة ولا أحد، ما يشفع أحد في الكفار يوم القيامة. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وهذه هي الشفاعة المنفية في القرآن، الشفاعة في أهل الكفر، هذا نوع. النوع الثاني الشفاعة التي بغير إذن الله، هذه منفية أيضا. نعم. ولا ينتفع بشفاعته إلا أهل التوحيد المؤمنون دون أهل الشرك، ولو كان المشرك محبا له معظما له لم تنقذه شفاعته من النار. نعم، حتى ولو كان المشرك يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، في من المشركين من يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم كأبي طالب، عم أبي طالب، إنه كان يحبه ويحنو عليه ويناصره، ولكنه أبى أن يسلم، مات على الكفر. ما تنفع شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في الخروج من النار، وإنما نفعته في تخفيف العذاب عنه فقط. أما الخروج من النار فالكافر لا يخرج من النار أبدا، لا بشفاعة ولا، وما هم بخارجين من النار، لا بشفاعة ولا بغيرها. نعم. ولو كان المشرك محبا له معظما له لم تنقذه شفاعته من النار. هذا فيه رد على الذين يدعون محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يعملون بسنته، ويقولون تكفينا المحبة، كفينا أن نحب الرسول، أننا نقيم له المولد، المناسبة المولد، هذا تعظيم الرسول ومحبة الرسول، ويتركون الأعمال الصالحة، ويزعمون أن محبة الرسول تكفي. هذا ما نفع أبا طالب، وما عملوا مع الرسول مثل ما عمل أبو طالب، ومع هذا ما نفعه حبه للرسول لما لم يتبعه. فإذا اجتمع مع محبة الرسول صلى الله عليه وسلم اتباعه وطاعته فنعم، أما إذا اقتصر على المحبة ولم يتبعه فهذا لا تنفعه شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يشفع الرسول، ما يشفع فيه يوم القيامة. نعم. بل إنه صلى الله عليه وسلم كما مر بكم أنه نادى وجمع لما أنزل الله عليه فاصدع بما تؤمر، لما أنزل الله عليه وأنذر عشيرتك الأقربين نادى اجتمع عليه قومه وأقاربه، فنادى فيهم وخصص وعمم في قريش وفي بني هاشم وفي عمه وعمته وبنته، كلهم يقول لهم اشتروا أنفسكم، لا أملك لكم من الله شيئا، ما ينجون من، ولو كانوا من أقارب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو كانوا يحبون الرسول ما تنفعهم حتى يؤمنوا به ويتبعوه. ولهذا قال جل وعلا: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. ما يكفي أنهم آمنوا به وعزروه ونصروه، ما يكفي هذا، بل لابد من الاتباع، لابد من اتباعه صلى الله عليه وسلم. نعم. ولو كان المشرك محبا له معظما له لم تنقذه شفاعته من النار، وإنما ينجيه من النار التوحيد والإيمان به. نعم. ولهذا لما كان أبو طالب وغيره يحبونه ولم يقروا بالتوحيد الذي جاء به
لم يمكن أن يخرجوا من النار بشفاعته ولا بغيرها. فالكافر لا يخرج من النار، قال تعالى: وما هم بخارجين من النار. نعم. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، أي الناس أسعد بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. نعم، هذا دليل على أنه لا ينال شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة إلا أهل التوحيد، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه بهذا الشرط. ما يكفي قول لا إله إلا الله، بل لا بد أن يكون ذلك خالصا من قلبه، يقولها ظاهرا وباطنا، يقولها ظاهرا بلسانه وباطنا بقلبه. أما من يقولها بلسانه فقط هذا لا تنفعه لا إله إلا الله، أو قالها رياء وسمعة لا تنفعه لا إله إلا الله، إنما تنفع من قالها مؤمنا بها عاملا بمقتضاها ظاهرا وباطنا. فليس القصد مجرد التلفظ بلا إله إلا الله، بل لا بد مع التلفظ من الإخلاص الذي تقتضيه لا إله إلا الله، وهو معناها وهو مقتضاها، بأن يفرد الله بالعبادة ولا يعبد معه سواه، هذا معنى لا إله إلا الله. نعم. فقال: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. يعني ولو كان عنده ذنوب دون الشرك فإنه تنفعه الشفاعة بإذن الله بشروطها، لأنه من أهل التوحيد، فدل على أن الشفاعة لا تنفع إلا أهل التوحيد ولا تنفع المشركين. نعم. وعنه في صحيح مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. نعم، الأحاديث كلها تخرج من مشكاة واحدة، ففي هذا الحديث يخبر صلى الله عليه وسلم أن الله أعطى لكل نبي دعوة مستجابة، فالأنبياء تعجلوا هذه الدعوة في الدنيا ودعوا الله بها. أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه اختبأها شفاعة لأمته يوم القيامة بأن يدعو الله لهم يوم القيامة بالنجاة من النار، من كان منهم مستحقا لدخول النار، وهذا من شفقته صلى الله عليه وسلم بأمته ورحمته بهم، فهو كالحديث الذي قبله يدل على أن الشفاعة لا تنفع إلا أهل التوحيد ولا تنفع المشركين. نعم. فهي نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا، يعني من أهل التوحيد. نعم. وفي السنن عن عوف بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من عند ربي فخيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة وهي لمن مات لا يشرك بالله شيئا. وفي لفظ قال: ومن لقي الله لا يشرك به شيئا فهو في شفاعتي. نعم، الله جل وعلا خيره، خيره أن يحد له حدا من أمته يخرجهم من النار بالنصف، أو أنه يعطيه الشفاعة
من غير حد. النبي صلى الله عليه وسلم اختار الشفاعة لأنها من غير تحديد، وهو يحب الخير لأمته صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا الأصل وهو التوحيد هو أصل الدين الذي لا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا غيره. نعم، هذا الأصل وهو التوحيد، لا إله إلا الله. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، نائلة من أمتي من لا يشرك بالله شيئا، هذا هو أصل الدين. أصل الدين هو التوحيد، لأنه تبنى عليه بقية الأعمال، لأن الأعمال لا تصح إلا مع التوحيد. فالمشرك لا يقبل منه عمل، مهما عمل لا يقبل منه، لا بد من التوحيد لأنه هو الأصل. نعم. وهذا الأصل وهو التوحيد هو أصل الدين الذي لا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا غيره. نعم، قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، الإسلام هو التوحيد. قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والإسلام هو التوحيد، والاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، هذا هو الإسلام. وهذا دين جميع الرسل، كل الرسل جاءوا بهذا، جاءوا بالتوحيد الذي هو الإسلام لله عز وجل. نوح عليه السلام يقول وأمرت أن أكون من المسلمين، وإبراهيم وإسماعيل، إبراهيم قال الله له أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، وقال هو وإسماعيل ربنا واجعلنا مسلمين لك، قال موسى لقومه يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فالإسلام هو التوحيد، هو التوحيد وهو دين جميع الرسل. نعم. وبه أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، هذا هو دين جميع الرسل. به أمر الله، يعني بالتوحيد أمر الله جميع الرسل. ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. نعم. وبه أرسل الله الرسل وأنزل الكتب كما قال الله تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. واسأل من أرسلنا، يقول الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، اسأل الرسل قبلك، أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون؟ أبداً، كل الرسل جاءوا بنفي هذا والنهي عنه. نعم. وقال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. نعم، هذا هو التوحيد وهو دين جميع الرسل. نعم. وقال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا هو التوحيد، عبادة الله وترك عبادة ما سواه. فالله أرسل جميع الرسل بهذا. نعم. وقد ذكر الله عز وجل عن كل من الرسل أنه افتتح دعوته بأن قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل رسول يقول لقومه، يبدأ أول ما يبدأ يقول يا قوم اعبدوا الله،
ما لكم من إله غيره، كما قال نوح وكما قال هود وكما قال صالح كما قال شعيب كما في سورة الأعراف. في سورة الأعراف هذا كله مذكور، أن كل رسول يقول لقومه اعبدوا الله، ما لكم من إله غيره. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله، فكل الرسل قالوا هذا. نعم. وفي المسند عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وهذا الحديث يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف، يعني بالجهاد في سبيل الله، لأجل أي شيء؟ حتى يعبد الله وحده، لأن هذا هو الذي خلق الله الخلق من أجله، فإذا عبدوا غيره استحقوا أن يقاتلوا حتى يكون الدين كله لله. قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، هذا هو المقصود من الجهاد، حتى يعبد الله وحده. فلا يجوز للمسلمين أن يتركوا المشركين يعبدون غير الله ويدعون إلى الشرك وينشرون الكفر وهم يقدرون على جهادهم، ما يجوز هذا، تعطيل الجهاد عند الاستطاعة والمقدرة لا يجوز للمسلمين. وعزت بالسيف حتى يعبد الله وحده، فهذا دليل على أن الغرض من الجهاد في سبيل الله هو أن يعبد الله وحده، ليس الغرض الطمع في الأموال أو في الممالك أو العلو في الأرض، الغرض أسمى من هذا وأعلى، وهو تخليص الناس من الشرك إلى التوحيد، من عبودية غير الله إلى عبودية الله سبحانه وتعالى، من الظلمات إلى النور، من النار إلى الجنة، هذا هو الغاية من الجهاد في سبيل، وهو لمصلحة البشرية، هو لمصلحة البشرية، ما هو من أجل الضرر، إلحاق الضرر بهم أو الترفع عليهم، إنما هو لمصلحتهم، فهم يقاتلون لمصلحتهم، هذا هو الغرض من الجهاد، حتى يعبد الله وحده. وجعل رزقي، نعم، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وهذه المغانم المراد به المغانم، فالله أباح الغنائم لهذه الأمة، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، قال: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لنبي قبلي. كان الأنبياء من قبل إذا استولوا على الغنائم يجمعونها وتنزل النار فتحرقها، أما هذه الأمة فإن الله أباح لها الغنائم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، واتقوا الله إن الله غفور رحيم، لأجل أن يستعينوا بها على طاعة الله، ولأجل أن يضعفوا الكفار والمشركين. نعم. وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، جعل الذلة والصغار على من خالف أمري، العز والرفعة لمن أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الله جل وعلا: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولله وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين،
فالعزة والرفعة هي في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، والذلة والصغار على من خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. قد يكون ذلا وصغارا عاما، وقد يكون ذلا نوع ذل صغار بسبب المعاصي. فكل من خالف أمر الرسول فإنه في ذل وصغار. كثيرا كان أو قليلا، فمعصية الرسول ذل صغار، طاعة الرسول عز ورفعة. قد يكون هذا الذل والصغار متناهيا، قد يكون دون ذلك بحسب المعصية. فالمعاصي كلها ذل وصغار من الشرك وما دونه، كل مخالفات الرسول فإنها ذل وصغار. وإن كان بعض من يرتكب هذه الأشياء يظن أنها رفعة وأنها تقدم حضارة، فإنها ذلة وصغار. وإن تراءى له أنها حضارة وأنها مجاراة للشعوب، مجاراة للعالم، فإنها ذل وصغار. هذه قاعدة ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي لا تتخلف أبدا. فكل عاص فهو ذليل بحسب معصيته، قد يكون ذلة تامة وقد تكون ذلة دون ذلك. كل عاص فإنه ذليل، وكل مطيع متقي فإنه عزيز. هذا شيء جعله الله سبحانه وتعالى. ولذلك تجدون أهل المعاصي يخجلون دائما، لأن الذلة عليهم. تجدون أهل الطاعات تجدونهم في عز وفي رفعة وفي كرامة. هذا شيء جعله الله سبحانه وتعالى. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن تشبه بقوم فهو منهم. هذا فيه تحريم التشبه بالكفار، لأن التشبه بهم في الظاهر يدل على محبتهم في الباطن، لأنه لو كان يبغضهم لما تشبه بهم. فالتشبه بالكفار حرام، لا يجوز. ولماذا يتشبه من الله عليه بالإسلام؟ تشبه بالكافر الذليل. لماذا يتشبه وهو من أهل التوحيد وهذا مشرك؟ هذا من الانتكاس، هذا من الانتكاس. فلا يكون المسلم تابعا للكفار، وإنما يعتز بدينه وبشخصيته الإسلامية بأي مكان كان، أو بلا راح البلاد الكفر يجاريهم ويوافقهم. لا، هو يعتز بدينه في أي مكان. قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. فهو مسلم في أي مكان، هو مسلم، يجب أن يعتز بإسلامه. وإذا اعتز بإسلامه جعل الله له الهيبة حتى عند الكفار. وإذا وافقهم وجاراهم جعل الله عليه الذلة، حتى وإن أظهروا له التقدير والاحترام فإنه ذليل عندهم وينتقدونه أيضا. نعم، وهذا الشيء جعله الله سبحانه وتعالى، ذلة الصغار على من خالف أمري. نعم. والمشركون من قريش وغيرهم الذين أخبر القرآن بشركهم، واستحل النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم وسبي حريمهم. نعم، وسبى حريمهم وأوجب لهم النار. كانوا مقرين بأن الله وحده خلق السماوات والأرض كما قال تعالى. لما ذكر أن
لما ذكر أن الأصل الذي تبنى عليه الذي يبنى عليه الدين والملة هو التوحيد، أراد أن يبين ما هو التوحيد، لأن بعض الناس يفهم أن التوحيد هو أن تقر بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، توحيد الربوبية، يظنن هذا هو التوحيد، وأن الشرك أن تعتقد أن أحدا يخلق مع الله يرزق مع الله أو يحيي ويميت أو يدبر الكون، هذا الشرك عندهم، وهذا باطل، هذا باطل، لأن القرآن يدل على بطلان هذا. فالمشركون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلهم واستحل دماءهم وأموالهم وسبى نساءهم يقرون بتوحيد الربوبية، هذا صريح في القرآن، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، اعترفوا، وما قالوا آلهتنا تشارك الله، بل قالوا الله هو الذي يخلق ويرزق. إذن لماذا يعبدونهم؟ قالوا شفعاء عند الله، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ليقربونا إلى الله زلفى، هذا قصدهم. الله لم يعذرهم، والرسول قاتلهم، ولو كان توحيد الربوبية يكفي فهو موجود إن كان قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل جميع العالم يعترفون بتوحيد الربوبية، إذن ما حاجة إلى بعثة الرسل، ما حاجة إلى بعثة الرسل، لأن هذا موجود في الأمم، كلهم يعترفون أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت إلا الله سبحانه وتعالى. إنما التوحيد المطلوب هو إفراد الله بالعبادة، بعثت بالسيف حتى يعبد الله، ما قال حتى يقر بتوحيد الربوبية، قال حتى يعبد الله وحده وحده. أيضا ما اكتفى بأنه يعبد الله، بل يعبد وحده، ما يعبد معه غيره، فمن عبد الله وعبد معه غيره فهو مشرك، لا بد أن يقصر العبادة على الله جل وعلا، هذا هو المقصود. فالمقصود من دعوة الرسل هو توحيد الألوهية، أما توحيد الربوبية فهذا الكفار معترفون به بصريح القرآن والواقع، ولا أحد يجحده. نعم. والمشركون من قريش وغيرهم الذين أخبر القرآن بشركهم واستحل النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم وسبى حريمهم وأوجب لهم النار، كانوا مقرين بأن الله وحده خلق السماوات والأرض، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون، وقال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون، وقال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون، بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. الآيات وأمثالها كلها تدل على أن المقصود بالتوحيد الذي دعت إليه الرسل هو توحيد العبودية، توحيد العبادة، توحيد الألوهية،
توحيد القصد، هذا هو التوحيد الذي جاءت الرسل بالدعوة إليه وجحده المشركون قديما وحديثا. هذا موضع الخصومة بين المشركين وبين المسلمين وبين الأنبياء والصالحين والمشركين، ولا يزال هذا إلى الآن وإلى ما يشاء الله. هو موضع الخصومة توحيد الألوهية، توحيد العبادة، توحيد الطلب والقصد، هذا هو المقصود. والله جل وعلا ألزمهم هذه الإلزامات، يسألهم فإذا أجابوا ألزمهم. فلماذا إذن تعبدون معه غيره؟ إذا كان الذي خلق السماوات والأرض هو الله، لماذا تعبدون معه غيره؟ من لا يخلق شيئا. إذا كان الله هو الذي يرزق، فلماذا تعبدون من لا يرزق ولا يملك لكم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون؟ إذا كان الله هو الذي يملك الضر والنفع، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فلماذا تدعون معه غيره؟ من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. لكن العقول تغيب، والجهل يغطي العقول، والتقليد الأعمى، كل هذا مما يسبب الانتكاس في الفكر. ولهذا قال: بل أكثرهم لا يعلمون. قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. نعم. وكان المشركون الذين جعلوا معه آلهة أخرى مقرين بأن آلهتهم مخلوقة، ولكنهم كانوا يتخذونهم شفعاء ويتقربون بعبادتهم إليه، كما قال الله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ما لا يضرهم ولا ينفعهم، هذا باعترافهم أنها لا تضرهم، يعني لا تملك لهم ضرا ولا نفعا، هم معترفون بهذا، لكن يقولون شفعاؤنا عند الله. هل الله أمركم بهذا أن تعبدوا هذه وتقولون هذه تشفع لنا عند الله؟ هذا ما شرعه الله. الله أمر بعبادته وحده. نعم. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. نعم، سماه شركا، وهم يقولون ما نعبدهم، وهم يقولون شفعاؤنا عند الله. ما قالوا هؤلاء شركاء لله، قالوا شفعاء. الله سماه شركا، نزه نفسه عنه، قال سبحانه وتعالى عما يشركون، سماه شركا. وإن كانوا يزعمون أنه ليس بشرك، وإنما هو توسل إلى الله عز وجل، يسمونه توسل، يقربون هذا التوسل، ليقربون إلى الله زلفى، ليشفعوا لنا عند الله، توسل، هذا توسل باطل. نعم. وقال الله تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، فالكتاب الذي هو القرآن منزل من الله، وهو كلامه سبحانه وتعالى، وليس هو مخلوقا كما تقوله الجهمية، بل هو تنزيل من الله جل وعلا، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. العزيز
الذي لا يغلبه شيء، القوي سبحانه وتعالى، الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها، والحكيم بمعنى المحكم الذي يحكم الأشياء ويتقنها سبحانه وتعالى. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، صنع الله الذي أتقن كل شيء. فالله جل وعلا حكيم بمعنى أنه يضع الأمور في مواضعها اللائقة بها، وبمعنى أنه يحكم الأشياء ويتقنها سبحانه وتعالى، فليس في صنعته نقص، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى سبحانه وتعالى. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، كرر الإنزال وهو القرآن، فاعبد الله مخلصا له الدين. أنزل الكتاب لماذا؟ لأجل أن يعبد الله مخلصا له الدين ولا يشرك معه غيره، هذا الذي نزل به القرآن. ثم قال: ألا لله الدين الخالص، الخالص من الشرك، أما الدين الذي معه شرك فإن الله لا يقبله، كما في الحديث القدسي أن الله جل وعلا قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وفي رواية: فهو للذي أشرك وأنا منه بريء. فالله لا يقبل عملا فيه شرك، حتى ولو كان الإنسان يعبد الله، إذا كان يشرك معه غيره فإن الله لا يقبله. المشركون الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعبدون الله، كانوا يحجون ويعتمرون ويتصدقون ويعملون أعمالا من بقايا دين إبراهيم، ولكن كانوا يشركون بالله فلم تنفعهم أعمالهم. فالشرك يحبط جميع الأعمال ويبطلها. ألا لله الدين الخالص، لا يقبل الله من الدين إلا ما توفر فيه شرطان: الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، الشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، أسلم وجهه لله هذا هو الإخلاص، وهو محسن أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم. ألا لله الدين الخالص. ثم ذكر الذين انحرفوا عن هذا والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. إذا سئلوا لماذا تعبدونهم وأنتم تعترفون أنهم لا يخلقون ولا يرزقون، قالوا: ليقربون إلى الله زلفى، نحن لا نصل إلى الله، ونحن مذنبون، ونحن وهؤلاء صالحون لهم جاه عند الله يشفعون لنا عند الله. الله جل وعلا أنكر عليهم هذا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، حتى جاءوا بالحصر: ما نعبدهم إلا ليقربونا، ما لهم قصد إلا التوسل بهم. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. حكم عليهم بالكذب وحكم عليهم بالكفر، وهم يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نعم. وكانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. نعم. وقال الله تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم، فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم،
فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. نعم، هذه الآيات من سورة الروم. كان المشركون عندهم بقايا من دين إبراهيم ومنها الحج، فكانوا يحجون، هذا من بقايا دين إبراهيم عليه السلام، لكنهم كانوا يدخلون فيه الشرك، وذلك في التلبية، فيقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، قولهم إلا شريكا إلى آخر، هذه زيادة من عندهم. والتلبية، تلبية التوحيد، هي التي لبى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذه تلبية التوحيد. أما إلا شريكا هو لك، هذه تلبية المشركين، هذا مثل قولهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، تماما مثله، تماما إلا شريكا هو لك، مثل قولهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ومثل قوله ما ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله تملكه وما ملك، شوف يقولون تملكه وما ملك، ما له شيء بعد سبحانه، إذا كان ما يملك شيء كيف تتخذونه؟ وش من أين يعطيكم لو صار ما يملك شيء؟ من أين يعطيكم؟ هو فقير صار مثلكم أو أقل، كيف أنكم تطلبون منه؟ إلا شريكا هو لك. أنزل الله في رد هذه التلبية هذه الآيات من سورة الروم، قال جل وعلا ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم من شركاء فيما رزقناكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم، فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا إبطال لمقالة المشركين. أنتم تقولون إن الله له شريك من عباده تملكه وما ملك، شريك من عباده يشارك الله، هل ترضون هذا لأنفسكم أن عبيدكم يشاركونكم في ملككم؟ هل أحد يرضى بهذا؟ أنت عندك عبد مملوك يشاركك في ملكك، في بيتك، في أموالك، ما ترضى بهذا؟ هل لكم مما ملكت أيمانكم، يعني من الأرقة، من شركاء فيما رزقناكم في أموالكم، ترضى أن عبدك يشارك في مالك؟ فكيف ترضى؟ لا ترضاه لنفسك وترضاه لله، تقول إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، تنزهون أنفسكم عن ذلك، ولا تنزهون الله سبحانه وتعالى، تنزهون أنفسكم أن يكون لكم شركاء من عبيدكم تملكونهم، ولا تنزهون الله عن ذلك، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهذا إبطال لهذه الفرية من أصلها، كونهم لا يرضون هذا لأنفسهم، كما أنهم يثبتون البنات لله وهم يكرهون البنات لأنفسهم، ويجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى،
أسقط البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون؟ إذا كنتم لا ترضون بالبنات كيف تنسبونها إلى الله؟ تنزهون أنفسكم ولا تنزهون الله جل وعلا عن ذلك؟ فهذا من الرد عليهم وإفحامهم. تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، أي كما يخاف بعضكم بعضا، الشركاء في المال يخاف بعضهم بعضا. فهل السيد يخاف من عبده في ماله؟ ما يليق هذا أبدا، لكن يخاف من غيره، إذا كان غيره شريك له يخاف منه، أما أنه عبده اللي يملكه ما يخاف منه. نعم. بيّن سبحانه بالمثل الذي ضربه لهم أنه لا ينبغي أن يجعل مملوكه شريكه، فقال: هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء؟ يعني أنتم عبيدكم سواء في المال، حد يرضى بهذا؟ أنتم تقولون نعم إن هذه المعبودات أنها سواء مع الله، تعبد مع الله. نعم. فأنتم فيه سواء، يخاف أحدكم مملوكه كما يخاف بعضكم بعضا، فإذا كان أحدكم لا يرضى كخيفتكم أنفسكم، أي بعض كما يخاف بعضكم بعضا، فأطلق أنفسكم على غيركم، لأن الناس كنفس واحدة. نعم. فإذا كان أحدكم لا يرضى أن يكون مملوكه شريكة فكيف ترضون لي ما لا ترضونه لأنفسكم؟ نعم. وهذا كما كانوا يقولون له بنات، فقال الله تعالى: ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. نعم. هم يكرهون البنات ويقولون الملائكة بنات الله، يقولون الملائكة بنات الله، أصطفى البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون؟ يعني ينزهون أنفسهم عما لا ينزهون الله منه، وهذا غاية التنقص لله جل وعلا. نعم. وقد قال الله تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ ألا ساء ما يحكمون؟ للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. نعم. فهذه حالتهم مع البنات، إذا بشر أحدهم بالأنثى قالوا له جاءت بنت اسود وجهه، ظل وجهه مسودا وهو كظيم، ما يقدر يقول شيء، ما يقدر يحسي مع الناس من الخجل، يتوارى من القوم، ما يمشي حتى ولا يمشي مع الناس من الخجل من سوء ما بشر به. ثم يفكر ماذا يصنع، أيمسكه على هون يبقيها حية مع الهوان والذلة، أو يقتلها تحت التراب يدفنها وتموت تحت التراب وهي الموءودة، أم يدسه في التراب؟ ألا ساء ما يحكمون؟ للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، هذا مثل سوء لا يليق بالله جل وعلا، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. هذه حجج قواطع من القرآن الكريم ترد على المشركين. نعم. والمشركون الذين وصفهم الله ورسوله بالشرك أصلهم صنفان: قوم نوح وقوم إبراهيم. يكفي نقف عندهم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر الذين ماتوا وهم مصرون عليها، أو في الذين ارتكبوا كبائر وتابوا منها قبل الموت؟ الذين تابوا منها تمحى عنهم، يغفرها الله جل وعلا ولا تحتاج إلى شفاعة، إنما هذا في الذين ماتوا ولم يتوبوا، وهذه الكبائر دون الشرك،
هؤلاء هم الذين بحاجة إلى الشفاعة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يشمل نفي الشفاعة عن المشرك في الحديث من أشرك شركا أصغر كمن حلف بغير الله؟ هذا مؤمن لا يخرج من الدين، اللي عنده شركا أصغر لا يخرج من الدين. الكلام في المشرك الخارج من الدين هو الذي لا تنفعه الشفاعة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صحيح أن بعض أئمة أهل السنة من العلماء ينكر الشفاعة التي هي من وجبت له النار يشفع له ألا يدخلها؟ إيش؟ يقول هل صحيح أن بعض أئمة أهل السنة من العلماء ينكر الشفاعة والتي هي من وجبت له النار بأن يشفع له ألا يدخلها؟ ما أعلم أحد من أهل السنة ينكر الشفاعة في أهل الكبائر أن لا يدخلوا النار أو أن يخرجوا منها إذا دخلوها، ما أعرف أحد. هذا ما على مذهب المعتزلة، على مذهب المعتزلة هم الذين ينكرون الشفاعة في أهل الكبائر، المعتزلة والجهمية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الحكم في رجل يتوسل إلى الله بأن يقبل دعاءه بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عند الله سبحانه وتعالى؟ هذا بدعة، هذا ليس شركا وإنما هو بدعة. السؤال بالجاه أو بالذات أو بالحق، حق نبيك أو بنبيك أو بجاه نبيك، هذا بدعة وليس شركا. الشرك دعوة غير الله. أما هذا يدعو الله جل وعلا لكن يتوسل إليه بالنبي أو بجاه النبي أو حقه، هذا يعتبر من البدع. نعم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هذه الصور في الذبح تعد شركا أكبر أو أنها فعل محرم بدعة وليست شركا؟ وهي الصورة الأولى الذبح بغير اسم الله وهو يريد اللحم للتقرب إلى غير الله. الصورة الثانية، خلنا مع الصورة الأولى. الله جل وعلا يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، إلى قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فالآيات تدل على أن من تعمد ترك التسمية أنها لا تحل ذبيحته، أما من نسيها أو جهلها فإن ذبيحته حلال لأنه لم يتعمد. نعم. الصورة الثانية الذبح عند قدوم العظماء والرؤساء. إذا كان من باب الذبح التحية لهم، تحية، فهذا الشرك ولا يجوز. أما إذا كان من باب الأكل يذبحون لعمل ولايم، عمل ولايم للقادم وإطعام الناس وجمع الناس احتفاء به، هذا لا بأس به. أما إذا كان تذبح ما هي للأكل وإنما للتعظيم، حينما ينزل من الطائرة أو من السيارة أو من أي مركوب يذبحون عند نزوله، هذا شرك، هذا شرك وذبح لغير الله عز وجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الله تعالى فاتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، هل هذا هو ما يسمى بدليل التمانع؟ نعم. نعم، هو كما ذكر الإمام ابن القيم وكما نقله في شرح الطحاوية أن هذا هو دليل التمانع. وكذلك قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يشفع أفراط المشركين في آبائهم وهل يحشرون مع آبائهم؟ نعم. هل يشفع أفراط المشركين في آبائهم؟ لا،
أفراط المشركين تبع أباهم في الدنيا يعاملون معاملة أباهم، أما في الآخرة فهم اختلف العلماء فيهم، والراجح والله أعلم أن تفويض أمرهم إلى الله عز وجل. قيل يبعث إليهم رسول ويمتحنون، فمن أطاع الرسول دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، الله أعلم بمآلهم. ولا يشفعون، المشرك لا تنفعه الشفاعة لا من ابنه ولا من غيره، لا من ابنه ولا من غيره ما تنفعه الشفاعة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، النبي صلى الله عليه وسلم له دعوات كثيرة مستجابة في الدنيا، فكيف نجمع بين هذا الواقع وبين حديث وإني اختبأت دعوتي شفاعة يوم القيامة؟ وين الأدعية اللي انت تقول؟ جب عليها أدلة ونشوف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هو الظاهر أن قصده الدعوة العامة، أما دعوات خاصة يدعو بها الرسول صلى الله عليه وسلم ويستجاب، نعم هذا واقع، هي دعوات خاصة، لكن الكلام على الدعوة العامة، نعم، للأمة كلها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الخطباء يوم الجمعة يقول: اللهم هيئ لهذه الأمة أمر الرشد يعز فيه أهل طاعتك ويعافى فيه أهل معصيتك، فهل هذا مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري؟ يدعو لهم بالتوبة، لكن الذي ورد في الأثر: ويذل فيه أهل معصيتك، يعز فيه أهل طاعتك ويذل، هذا الذي ورد في الأثر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ليذادن رجال عن حوضي، نعم، هل يدخل فيهم أهل الكبائر؟ لا، المرتدين، هؤلاء المرتدون هم اللي يذادون عن الحوض. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل فرعون جاحد لتوحيد الربوبية لأنه قد قال: أنا ربكم الأعلى، وقال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ فرعون يتظاهر بإنكار الرب، يتظاهر في الظاهر، وهو في الباطن يعترف الرب سبحانه وتعالى، ولهذا قال له موسى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. فموسى أقسم: لقد علمت، لم وطئ لقسم محذوف مقدر، ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، فهذا دليل على أنه معترف في قلبه. وقال تعالى في الآية الأخرى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهم ينكرون في الظاهر، وإلا في الباطن وفي قرارة أنفسهم يعترفون بالربوبية لله عز وجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندنا في بلادنا من يستدل بجواز التوسل بالذوات وبذات الصالحين وبذات النبي صلى الله عليه وسلم ببعض عبارات وكلام وأقوال الإمام الذهبي في بعض كتبه، وخاصة في سير أعلام النبلاء، حيث إنه قد قرر إنه يجوز التوسل بالذوات، فما العمل في ذلك؟ يا أخي، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا ما وافق الدليل من الذهبي وغيره، أما خالف الدليل لا يقبل حتى ولو قال به الذهبي أو غيره. نعم. الحمد لله، الله جل على لنا ميزة أن نرجع إليه، قال جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن تؤمنون بالله واليوم الآخر. وما هو الدليل على التوسل بالذوات أو بالجاه؟ ما هو الدليل؟ لا دليل على ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل من إيطاليا يقول: بعض الناس عندنا يقولون إن الوهابية لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. لا إيش؟ يقول: بعض الناس عندنا يقولون إن الوهابية
لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. لا إيش؟ لا يحبون. أي. لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم يقولون لا يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف نرد عليهم؟ الأمر سهل، نرد عليهم بأن ما الدليل على أن الذي يحب النبي يتوسل به؟ الذي يحب النبي يتبعه، هذا هو المطلوب. أما أنه يتوسل به، وش الدليل؟ يجيبون لنا دليل على هذا، إن من علامة محبة النبي التوسل به، يجيبون لنا دليل على هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس يقول إن بعض الكفار الموجودين الآن لم تبلغهم الحجة، فلا نكفرهم حتى نقيم عليهم الحجة، كل شخص بذاته، فكيف الرد على ذلك؟ يلا بلغوهم، لا صرت تقولون أنه ما بلغهم، بلغوهم، ما هو بتسكتون تقولون ما بلغتهم الدعوة. هذا من ناحية. الناحية الثانية، أنا ما أعتقد أن أحد على وجه المعمورة لم تبلغه الدعوة، خصوصا بعد تطور وسائل الإعلام والنقل السريع واختلاط العالم، والقرآن يتلى في الإذاعات وفي التسجيلات وعلى الهواء ويروح. ما أظن أحد لم تبلغه، لم يسمع القرآن ولم تبلغه دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. قد قامت الحجة على الخلق بهذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقول الله سبحانه: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، كيف يكون سؤال النبي صلى الله عليه وسلم للأنبياء قبله؟ هل ذلك في الإسراء والمعراج؟ يسألهم بالرجوع إلى كتبهم، يسألهم بالرجوع إلى كتبهم وإلى سيرهم ودعوتهم، أيعرف هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أشكل علي، وهو قوله عند حديث من تشبه بقوم فهو منهم، قال: ظاهر الحديث الكفر وأقل ما فيه التحريم. وقال في موضع آخر: يجتمع في النهي عن التشبه بالكفار القاصد وغير القاصد، فما مقصود كلام الشيخ في كفر ذلك؟ وأيضاً كيف نفرق بين القاصد وغيره؟ واضح الكلام، واضح. ظاهر حديث من تشبه بقوم فهو منهم، كلمة منهم تدل على أنه مثلهم في الكفر، هذا ظاهر الحديث. لكن أقل أحواله أنه يدل على تحريم التشبه، تحريم التشبه. والقاصد وغير القاصد، الكلام على المظهر، إذا تشبه بهم حصل التشبه، لكن إن كان قاصدا فهو يأثم، وإن لم يكن قاصدا أو جاهلا بذلك فإنه يبين له، فإن استمر فإنه يأثم بعد البيان. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: رأيت أحد الناس في مقبرة وقد جلس أمام أحد القبور رافعا يديه بالدعاء، وأظن أنه يدعو للميت، فهل هذا الدعاء بهذه الصفة جائز؟ نعم، إذا زرت الميت سلمت عليه تدعو له، أو إذا مررت بالمقابر وقابر المسلمين تدعو لهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم فعلوا ذلك. فالدعاء للميت عند زيارته أو عند المرور به بالأموات المسلمين يدعى لهم، ولا حرج في رفع اليدين في ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ ويدعو للميت سواء كان قاعدا أو قائما. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما الحكم في الرجل الذي إذا ذهب إلى البلاد الكافرة يلبس لباسهم ولا يلبس اللباس الذي كان يلبسه في بلد قومه، فهل يعد متشبها؟ نعم، يعد متشبها، إلا لو خاف أنه إذا بقي على ملابسه خاف على نفسه أو على ماله فيلبس لباسهم من أجل اتقاء شرهم، في هذه الحالة رخصوا له. أما إذا كان آمنا ولا يخاف
وإنما حمله على ذلك التشبه بهم فهذا لا يجوز. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يحتج الصوفية بحديث سؤال الملكين في القبر بقولهم من ربك على أن معنى التوحيد المطلوب هو توحيد الربوبية، فكيف الجواب عن هذا؟ يا سبحان الله، وما دينك؟ ورخ الله وما دينك؟ هذا هو التوحيد، من ربك وما دينك؟ هذا هو معنى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يأخذ كلمة ويترك الباقي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندنا مدرس ينصحنا دائما بقراءة كتاب معين، فلما قرأته وجدت فيه هذا الكلام، وهو أن أبا ذر الصحابي الجليل رضي الله عنه يعد اشتراكيا، وأنه قد أخذ هذه النزعة من النبي صلى الله عليه وسلم، فما حكم قراءة هذا الكتاب وكيف نتعامل مع مثل هذا المدرس؟ هذا الكتاب اشتراكي، ويريد أنه يبرر الاشتراكية ويلصقها بأبي ذر رضي الله عنه. أبو ذر إنما هو صحابي زاهد في الدنيا، ولا يحب جمع المال أكثر من حاجته، من باب الزهد لا من باب التحريم. ما يرى أن جمع المال زيادة على الحاجة أنه حرام، لكن يرى أن ما زاد على الحاجة أن الأولى للإنسان أنه يتصدق به ويتخلص منه. هذا اللي يراه أبو ذر رضي الله عنه، هم معناه أنه يحرم جمع المال من كسب طيب. الصحابة كانوا زملاء وإخوانه من الصحابة، كانوا أصحاب أموال، ويجمعون المال وأصحاب ثروات وينفقون في سبيل الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عرض علي زميل لي قطعة أرض عليها قرض عقاري لم يصرفه بعد، وعرض علي الأرض بمبلغ وقدره 60,000، علما بأن الأرض لا تتعدى قيمتها 20,000، إلا أنه قد رفع السعر بسبب بيعه إياها مع القرض، فهل يجوز لي شراؤها ونقل القرض باسمي؟ لا يجوز بيع القرض، لأنه بيع دراهم بدراهم، ولا يجوز. أما أنه يبيع الأرض كيف يبيع الأرض ملكه يبيعها، أما يبيع معها القرض لا، هذا لا يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما يسمى بالبرمجة العصبية، ما هي الفتوى الشرعية فيها؟ والله أنا ما أعرفها، والحمد لله أني ما أعرفها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الأشرطة التي قد كتب عليها حقوق الطبع محفوظة، إذا نسخت منها فهل يعتبر ذلك من حقوق العباد التي يقتص منها يوم القيامة؟ نسألك يا أخي، لو لك أشرطة وكتبت عليها ما يجوز نسخها إلا بإذنك، هل ترضى أن أحد يجي ينسخها بدون إذنك؟ ما ترضى بهذا، فكيف أن تفعل هذا مع غيرك؟ اللي كتب عليها ما يبغى أحد أنه ينسخها إلا بإذنه أو يشتريها منه، هذه حقه وشغله وتعبه، لا يجوز الاعتداء على حقوق الناس وعلى ممتلكات الناس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، التجنس بجنسية الدول الكافرة لأجل طمع في الدنيا، هل يعد من التشبه؟ أشد من التشبه، التجنس بجنسياتهم يدخل تحت حكمهم، تحت حكم الكفر، ويسري عليه نظام الكفر، هو أشد من التشبه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أبي قد أخذ قرضاً ربوياً فبنى شقتين فوق البيت بهذا المال، فهل يجوز لي ولإخوتي السكن في هذه الشقق، علماً بأننا إذا لم نسكن فيها فإن أبي سيقوم بإيجارها لبعض الناس ويشغل هذا المال الربوي، فما الحكم في ذلك؟ الحكم في ذلك أنك تتجنبها وتستغني بالله عنها، وأما تصرف والدك هذا شيء في ذمته، هو المسؤول عنه بعد مناصحته. نعم.
الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.